ما رأيكم بهذا العرض المتميز لفرقة Flying Steps للرقص؟ هناك علاقة قوية بين ذلك والاي جي اف الحرية والموصولية والإدماج والإبداع. وعلينا أن نتذكر ما قبل 25 سنة عندما تأسست هذه الفرقة في عام 2003 في برلين في كوفرستندام. ومنذ ذلك فهذه الفرقة كتبت قصة النجاح مستمرة بفضل الإنترنت أيضا. وبهذا المعنى سعادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش وسعادة المستشارة دكتورة أنجيلا ميركل، معالي الوزراء، أصحاب السعادة، أيها الضيوف، أرحب بكم إلى منتدى إدارة الإنترنت 2019 وافتتاحيته. قبل 30 سنة سقط جدار برلين، والآن لدينا هنا 2400 مشارك في هذه القاعة فقط، وهناك العديد منهم خارج الصالة، والكثير منهم أيضا حاضرون معنا عبر الإنترنت من جميع القارات. وأود أن أشكركم جميعكم أن وفرتم وقتكم وطاقتكم وهمتكم لهذا المنتدى لتعدد الأطراف. اليوم نتعامل مع الإدماج الرقمي وحماية البيانات، وهذه المواضيع تخضع لسؤال واحد: كيف نستطيع أن نحافظ على الإنترنت حر للمستقبل أيضا، وكيف نستطيع أن ننشئ هذه الرؤية لشبكة واحدة وإنترنت واحد ورؤية واحدة؟ هذا الشعار شاركوا رؤيتكم يعبر عن أهمية الحوار بما في ذلك من رؤى وخلفيات مختلفة. نشكر الأمم المتحدة على هذه الفرصة للالتقاء، وسوف أعطي المنصة الآن للسيد سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. Yes.
سعادة المستشارة أنجيلا ميركل، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أيها الأصدقاء، إنه يشرفني كثيرا أن أكون حاضرا بينكم، ويشرفني أن أتشارك المنصة مع السيدة المستشارة ميركل. أنا أشاركها نفس الخلفية، كلانا باحثان، فهي كانت عالمة فيزياء وأنا مهندس، ثم انحرفنا عن الطريق الصحيح وأصبحنا سياسيين. كأشخاص نعمل في الفضاء العام وفي الخدمة العمومية، علينا أن نعمل من أجل العالم، ولا يمكن أن نكون على مستوى المسؤولية أكثر من العمل من أجل المسؤولية في الإنترنت. التطورات التكنولوجية تحصل في سرعة غير مسبوقة، والتكنولوجيات تقارن في بعض الأحيان مع اختراع الطباعة في القرن 15، والتطورين الاختراعين أديا إلى المزيد من المعرفة، ولكن فقط في عام 1950 استطاع نصف سكان الأرض أن يقرأوا وأن يكتبوا، وكان ذلك مهما بالنسبة للبشرية. ولكن الإنترنت خلال 25 سنة فقط وصل إلى نصف سكان العالم أيضا. كل ذلك يؤثر على التاريخ، ولكن هناك خطر أن تفلت الأمور عن سيطرتنا. هل سوف يؤدي ذلك إلى عدالة أكثر أم أقل في مجتمعاتنا؟ هل يؤدي ذلك إلى أمن أكثر أم أقل من الأمن؟ فالإجابة على هذه الأسئلة مرهونة بمدى نجاحنا أن نتعاون عبر الحدود السياسية. لدينا مسؤولية مشتركة أن نعمل في اتجاه من أجل تعزيز المحاسن والتقليل من المساوئ وسوء الاستخدام، وإلى الآن لم ننجح في ذلك كثيرا. لم نكن على مستوى سرعة التطورات، ليس لدى السياسيين ما يكفي من الخبرة التكنولوجية، والتطورات أسرع من السياسة، وهناك المزيد من التحديات في القطاع الخاص. مثلا هناك التجريب والخطأ، والسياسيون يفضلون عادة أن يتصرفوا بالتأني وأن يضعوا الإطارات والقوانين فقط بعد أن تكون نتائجها واضحة، ولذلك فالسياسيون كانوا يتفرجون على ما يحدث. ففي عدد متزايد من البلدان الآن هناك فجوة كبيرة في الحوكمة، و ما توصلت إليه أوروبا إلى الآن هو مهم لكنه غير كافي في أوروبا أيضا. كل ذلك يعرض رؤيتنا المشتركة لفضاء إنترنت مشترك للخطر. ومن الواضح أيضا أننا نعيش في عالم واحد، ولكن ليس واضحا كثيرا أننا نعيش مع إنترنت واحد أيضا. تبدو هذه الجملة عاطفية. بعد 30 سنة من سقوط الجدار في برلين، وأراه محبطا جدا أنه اليوم لا نزال نبني أسوار وجدران جديدة أمام البشر، وهناك ميل أيضا لبناء الجدران الافتراضية في الإنترنت مرة أخرى من أجل فصل الناس عن بعضهم البعض مرة أخرى. ويمكن تفادي ذلك فقط عندما نشارك في رؤية واحدة في عالم واحد. نأمل أن نصل إلى إنترنت واحد أيضا. اليوم
فالإنترنت المتوفر للجميع والحر والآمن قد يفترق على ثلاث مستويات. هناك فجوة رقمية واجتماعية وسياسية، واسمحوا لي أن نتحدث عن جميعها. نبدأ مع الفجوة الرقمية. 3.6 مليار من البشر لا تتوفر لديهم خدمات الإنترنت إلى الآن، والمقلق أن ذلك هو الحال في 47 دولة الأقل تنمية في العالم. فهناك أكثر من 80% من السكان ليس لديهم إنترنت، وهناك أيضا فجوة بين الجنسين. فقط 2% من النساء في أمريكا اللاتينية وفي الكاريبي وشرق آسيا والمحيط الهادئ لديهم إنترنت عن طريق الموبايل، والنساء أيضا أقل تمثيلا في المناصب العليا في الاقتصاد وفي العلوم وفي التكنولوجيا عموما. 90% من الشركات الجديدة التي تبحث عن رأس المال أسست على يد الرجال. عندما نريد أن يشارك 90% أو جميع السكان إلى عام 2030 في الإنترنت، فيجب أن نبدأ مع الشباب والنساء الشابات في الدول النامية. لابد من تسريع العمليات. هناك مشروع كبير من يونيسيف ومن اتحاد الاتصالات الدولي، والهدف هو وصل جميع الناس بالإنترنت إلى عام 2030، ولكن الفروق الرقمية قائمة. مع ذلك أصحاب السعادة، الفجوة الرقمية قد تعزز الفجوة الاجتماعية أيضا، فالكثير من محتويات الإنترنت تؤدي للاستقطاب، والسؤال هو هل يجمعنا الإنترنت أم هل يفرقنا؟ أعتقد بأن للإنترنت قوة جامعة إلى حد بعيد، ولكن يمكن سوء استخدام هذه الوسيلة أيضا. فالخوارزميات قد تحبسنا في غرف صغيرة حيث نبقى وحدنا مع أحكامنا المسبقة، وهناك الكثير من الأسئلة كيف نسمح لذلك أن يؤثر على مجتمعنا إذا لم يكن هناك أي قواعد. والذكاء الاصطناعي أيضا يمكن استخدامه من أجل مراقبة الناس وتقييد الناس والتأثير علينا عن طريق الدعاية وغير ذلك، ومن أجل العمل ضد ناشطي حقوق الإنسان مثلا عن طريق التعرف على الوجوه وتحديد الموقع الجغرافي. كيف نستطيع أن نضمن بأن حقوق الإنسان قائمة أونلاين وأوفلاين؟ أيضا الهيئة العليا لحقوق الإنسان تعمل من أجل الفهم بشكل أفضل كيف يمكن تحقيق حقوق الإنسان في الفضاء الافتراضي أيضا، وعلينا أن نفهم بشكل أفضل أيضا كيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك. وعندما ننظر إلى العدد المتزايد للمليارديرين في العالم، فهذه النسبة أيضا ازدادت، وبالفعل المسألة أن هناك فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء وبين الفقر من جهة وأمن وغنى الآخرين، ونحن نعرف بأن هذه الفوارق تؤدي إلى نزاعات اجتماعية وغيرها. ولذلك فهذه الفجوة الاجتماعية موضوع كبير. الهيئة العليا أوصت بأن يتم أيضا هذه الأمور. سيداتي وسادتي، أود أن نتحدث الآن عن الفجوة الثالثة وهي السياسية. بالفعل هناك خطر كبير اليوم
بأن تحصل قطيعة فعلية بين الأنظمة السياسية. كلنا نعرف يعني النتائج التكنولوجية الجديدة مثل الـ 5G، وأنه يمكن أن تحصل هجمات افتراضية سيبرية الآن وفي المستقبل. هناك النزاع أيضا في الإنترنت على صعيد الحكومات وعلى صعيد السياسة. نحتاج إلى الثقة والتعاون هنا. النسبة المتزايدة للهجمات الافتراضية مقلقة للغاية، وهناك خطر بأن الفضاء الافتراضي يتم استخدامه لأغراض شريرة، ويجب مجابهة هذه المخاطر. إذا لم نتعاون من أجل ردم هذه الفجوات، فسوف نتذكر أننا كنا الجيل الذي لم يستنفد إمكانيات الإنترنت. الإنترنت قوة، والولايات المتحدة، الأمم المتحدة مكلفة بمعالجة هذه القضايا. أود أن أعطيكم أمثلة على ذلك، كيف يمكن منتدى إدارة الإنترنت أن يشارك في ذلك. دعونا أن يكون منتدى إدارة الإنترنت بالتعاون مع جميع المشاركين من أجل التبادل التكنولوجي والفني والاتفاق على بعض المبادئ الأساسية نأخذها كل واحد إلى دولته من أجل تطبيقها. وهنا أعود إلى توصية من الهيئة العليا، وهي المسؤولية الرقمية من أجل الثقة والأمن في الإنترنت. فهذه المسؤولية مهمة لجميع السياسيين في العالم، وهي تقوم على المعايير المعترف بها المتعرف عليها في الفضاء الافتراضي مثل عملية كرايست تشيرش وقرارات الجلسة العمومية للأمم المتحدة. في العام القادم سوف نحتفل بالتأسيس أو بذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة. سوف أعين أيضا ممثل خاص أو مبعوث خاص للأمور الرقمية من أجل أن نبني مستقبلا في وسطه البشر، ويتم تجاوز الفجوات الاجتماعية. هذه الأفكار لبنات مهمة لمستقبل الإنترنت، وعلينا أن نفتخر بأن نبني هذا المستقبل للأجيال قادمة. عالم واحد وشبكة واحدة ورؤية واحدة، وأشجعكم جميعكم أن تساهموا في هذه الجهود. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا صاحب السعادة. الآن اسمحوا لي أن أسلم الكلمة لصاحبة السعادة السيدة المستشارة الألمانية السيدة الدكتورة أنجيلا ميركل، تفضلي. سأتحدث باللغة الألمانية، لذا أرجو أن تتصلحوا بأجهزة الترجمة أي الأجهزة التقنية. السيد الأمين العام غوتيريش، أنطونيو العزيز، أصحاب المعالي الوزراء والوزيرات، أصحاب المعالي والسعادة، أيها النواب من كل العالم، أيها السيدات والسادة، أيها الضيوف، أهلا وسهلا بكم في برلين. إنه من دواعي شرفي وسروري نيابة أيضا عن الحكومة الألمانية ككل أنكم حضرتم إلى هنا، أتيتم أيضا بأفكاركم حول مستقبل الإنترنت. أشكركم جزيل الشكر على ذلك. وكما قال السيد الأمين العام للأمم المتحدة للطو، كان مهندساً كهربائياً وأنا كنت فيزيائياً،
فيزيائية، فمن ثم انحرفنا بعض الشيء إذا صح التعبير، هذا صحيح، ولكن لربما بالنسبة للتطورات التكنولوجية لعصرنا هذا حقيقة أن هناك بعض السياسيين الذين أيضا يفهمون بعض الشيء في المسائل التقنية حتى ولو كانت مجرد بالنسبة لفقط بعض المفاهيم الأساسية، حيث يختلف الأمر بعض الشيء بالنسبة لأنطونيا. هذا الشيء مفيد كي نتفاهم في العالم معا. إن منتدى إدارة الإنترنت للأمم المتحدة ينعقد للمرة 14 على التوالي، ولكن للمرة الأولى هنا في ألمانيا، وخاصة بصفة الدولة المضيفة لهذا المنتدى. ولكن عبر هذا الأسبوع نود أن نساهم بإسهامنا من أجل تنشيط وتحية التبادل العالمي حول القيم والقواعد في الإنترنت والمشاركة في صياغة ذلك، حيث يزداد أهمية أن نجري النقاش حول كيفية صياغة مستقبل الإنترنت وكيف نود أن نستخدمها معا. معا يعني بين السياسة والقطاع المدني والقطاع الخاص والبحث العلمي، معا يعني أيضا مع جميع البلدان بشكل مشترك. وهذا مبدأ تعددية الأطراف، هذا ما تبني عليه الأمم المتحدة، وهذا ما يجب أن يركز عليه صياغة التطورات التكنولوجية الحديثة، وهذا ما يجعل من هذا المنتدى قيماً إلى هذا الحد. هنا نجتمع الأطراف الفاعلة من إدارة الإنترنت من أنحاء العالم كي تتبادل الأفكار والتجارب، وأساساً ينصح هنا العالم الواقعي التماثلي مع العالم الرقمي، عالم واحد، شبكة واحدة، رؤية واحدة. شعار هذا العام يعبر بكل وضوح ما هو المقصود، على وهو عزيز فهم مشترك لشكل سيارة الإنترنت في المستقبل، ما هي القيم والمبادئ والقواعد التي نود أن نترجمها من العالم الواقع التماثلي إلى العالم الرقمي، وبأي إجراءات سننجح في ذلك. القيمة التي هي الأساس نصر الإنترنت ونجاح الإنترنت بشكل خاص هي الحرية. كما نعلم أن الحرية ليس بالأمر البديهي أبداً، بل الحرية علينا أن نحققها وندافع عنها ونحرصها. ودوماً نود أن نوضح شيء معاً، على وهو أين وكيف يجب حماية الحرية، ما معنى الحرية بشكل الملموس، وأيضاً أين حدود الحرية، أي ما هو المسموح وما هو المحظور. وكل مرة لو كانت هناك الاهتمام في حماية حقوق الآخرين الأساسيين للآخرين مثلا للأطفال، أو كان هناك انتهاك لهذه الحقوق الأساسية، هذا يصل إلى حدود الحرية. نحن هنا في ألمانيا كألمان احتفلنا ورأينا ذلك في الفيلم الافتتاحي، تفكرنا وتحدثنا كثيرا عما معنى الحرية بالنسبة لبلدنا. منذ 30 عاما في نوفمبر عام 1989 سقط جدار برلين، حيث الرغبة القوية للأشخاص المقيمين في شق ألمانيا آنذاك ولدى الجيران في بولندا وفي تشيكوسلوفاكيا وفي المجر وفي الدول البلطية لم تعد قمعها من خلال اتحاد الدولة. وما يعني هذا الانقسام لألمانيا وأوروبا بالنسبة للأشخاص، ماذا كان يعني ذلك بالنسبة لهم؟ يمكن أن تفهموا ذلك بشكل جيد هنا ببرلين، حيث معبر حدودي بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية في برلين هنا كانت تبتعد عن بضعة أمتار متر هنا من هنا. وفي مدخل هذا المكان ما زال نجد بعض الأجزاء للجدار، وهي ثقيلة جدا، ولكن وزن الحرية أثقل. وأستطيع أن أقول أنني ببضعة أطار منهما وقد في جزء الشرقي في برلين قدمت أبحاثي العلمية، لم أرى قد هذا الجزء الغربي من شعر زونالي، ولكن مكان العمل كان ليس بعيدا عن هنا. قد انهار الجدار منذ 30 عاما، وطموح الناس نحو الحرية وحق تقرير المصير قد فاز، وجميع البلد والقارة استطاعت أخيرا أن تتنامى معا. حرية السفر وحرية التعبير والغي وحرية الممارسة المهنية والتطوير الذاتي، كل هذه الحقوق الأساسية أصبحت
أصبحت صالحة وسارت المفعول مرة أخرى في أوروبا ككل. والحرية وأمل في التقدم معا، هذا كانت أيضا رؤية مؤسسي الإنترنت قبل 50 عاما، لمخترعي أيضا الورلد وايد ويب قبل 30 عاما، وبعض المؤسسين معنا هنا اليوم أيضا، حيث الإنترنت تم تطبيقه دوما بشكل تقني على أساس أنه يمكن أن نتجاوز الحدود الجغرافية، حيث يمكن استخدامه في كل زوايا العالم وبشكل يسمح بالترابط بين كافة الأشخاص في أنحاء العالم. والآن أصبح عدد المستخدمين 4 ملايين شخص في العالم، وأنتونيو غوتيريش أثار إلى ذلك، إلى سرعة تطور ذلك يعني بشكل مماثل لما خلقوا اختراع الطباعة للكتب. وفي عام 2030 من المتوقع، أي بعد ما يزيد عن عقد من الزمن قليلا، سيزداد هذا العدد للمستخدمين الإنترنت إلى 7 مليار شخص، إذ أننا نستفيد جميعنا من هذه التشابكية العالمية الدولية. وهنا يلتقي أشخاص من بلدان وحضارات مختلفة عابرة للحدود والحواجز المفترضة التي تنتج عن الوضع السياسي والديني والوضع الاجتماعي. والحقيقة أن الإنترنت شمل حتى الآن حياتنا اليومية في جميع المجالات، على الأقل بالنسبة لمن يستخدم الإنترنت. وهناك عدد متناقص للأشخاص يستطيعون يتخيلون كيف يمكنهم أن يقوموا بعملهم وبشراءاتهم بشكل واقعي تماثلي فقط. ولكن بنفس البديهية التي نستخدم فيها الإنترنت، أيضا نفهم بديهيا أن الإنترنت شبكة محاطة للعالم التي تلغي المسافات الجغرافية، حيث التيارات للبيانات والمعلومات تربط بين المدن والدول والقارات. ومن الجانب التقني، المسافات المكانية التي يجب أن نعبره من قبل شبكة عالمية للكوابل تحت البحر، يعني هي ما زالت تلعب دورا، حيث أن جزء كبير من الاتصالات للبيانات بين ألمانيا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية تصل إلى فورتاليتا البرازيلية، حيث في سنغافورة أيضا مجموعة كبيرة من الكوابل تصل وترتبط ما بين المنطقة المحيط الهادي وآسيا. ومثال آخر لذلك أيضا نقطة التلاقي، حيث ترتبط مقدمي الخدمات على الإنترنت بالشبكة العالمية. من أكبر 3 نقط للاتصال موجودة هنا في أوروبا، في فرانكفورت وفي أمستردام وفي لندن، وهي ما زالت سترتبط بيننا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. وهذه الهيكلية للإنترنت المشترك أصبح الآن من قلب الاقتصاد العالمي، ولها أهمية مركزية من أجل التنمية المستدامة والابتكار في أنحاء العالم. مليارات الأشخاص يمكن أن تنشر أهم مواقفهم عبر الإنترنت، ويمكن منهم التبادل ومشاركة المعلومات والتجارب. هنا تجري المناقشات الديمقراطية وأيضا بناء المواقف السياسية بالسلبي والإيجابي. كما قال السيد الأمين أيضا، البعض فقط يتحرك في القوقع الخاص به، يعني لم يعد يتبادل مع الآخرين، وهذا من ضمن التحديات التي أوقفتنا الإنترنت أمامها. ولكن مع ذلك لدينا أسباب أخرى لما البعض في العالم لا يهتم في إنترنت الانفتاح والحرية، ولما ينزعج البعض من كثر الهياكل اللامركزية للإنترنت. الدول غير ديمقراطية والحكومات فيها تتدخل في حريات المخلوقة من قبل الإنترنت، وحيث تحاول أن تدافع عن المصالح الإقليمية أو الوطنية، وهكذا تنعزل عن الشبكات وتنعزل عن الإنترنت. وبعض الشركات الخاصة أيضا تستثمر في هياكل خاصة بها، وهنا الخطر أن الشركات العالمية تبني عوالم موازية بقواعد خاصة ومعايير خاصة ستحاول أن تفرضها
على الآخرين عبر الهيئات الدولية، وهذا موضوع شائك جدا، وأنا أفهم أن هذا منتدى على أنه يحاول أن يعارض ذلك بالذات، حيث أننا علينا أن نوضح نوعا ما ما نعني عندما نقول أن نحاول أن نحافظ على سيادتنا الرقمية، ومن جانب آخر لا ننعزل ولا ننشق بل نتصرف بشكل متعدد الأطراف. بالطبع السيادة الرقمية ذات أهمية قصوى، ولكن يمكن أن يكون أن لدينا في العالم أصبحت لدينا مفاهيم مختلفة عندما نتحدث عن نفس المصطلح. حسب مفهومي يعني السيادة الرقمية لا يعني الحمائية أو سيطرة الهيئات الحكومية أي الرقابة، بل السيادة الرقمية تصف القدرة سواء إن كان على الصعيد الشخصي الفردي أو كمجتمع بأن نشارك في سيارة التحول الرقمي بحق تغيير المصير، حيث أن في العالم الرقمي أيضا ينطبق المبدأ أن ابتكارات التكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسان وليس العكس. نحن هنا في الألمان نجحنا بفضل نظام الاقتصاد السوق الاجتماعي، نعلم تماما أن الابتكارات التكنولوجية وأن الشركات لا تستطيع أن تتطور بحرية مطلقة بل أنها تحتاج إلى القيود. هكذا كان الأمر بالنسبة للثورة الصناعية، ويجب أن يكون هكذا في عصر الإنترنت، أي أننا نحتاج إلى السيادة فيما يخص الأشياء الجارية. وهنا تعبير بالذات عن هذه السيادة الرقمية، أن ندافع عن إنترنت مشارك مفتوح وحر وآمن. لو اقتنعنا تمام الاقتناع بأن الانعزال ليست عبارة عن السيادة بل أننا نبني على مفهوم مشترك للقيم، إذ أن ما ستكون العواقب لو رحلنا على الانعزال؟ سيكون هناك إنترنت متجزئ بشكل متزايد، ولكن عواقب ذلك حسب رأيي وهذا ما تبين عبر التاريخ ليس إيجابيا، حيث البنية التحتية الدولية قد تتعرض للحجمات وستصبح هشاشة، سيتطلب المزيد من الرقابة، والفلترة الحكومية والرقابة على المعلومات ستزداد، وفي نهاية المطاف لربما أيضا سيكون هناك إغلاق بعض القنوات للاتصال عبر الإنترنت من أجل منع التواصل ما بين الأوساط الشعبية، ربما يزداد هذا أيضا، أي الهجوم على تواصلية الإنترنت وهو الركن الأساسي للإنترنت المفتوح والحر أصبح من الأدوات الخطيرة في أيدي السياسة، والجميع يعلم ذلك من التجربة الشخصية. هكذا حجمات يمكن أن تحرم الناس من الحقوق الأساسية في الحصول على المعلومات والتواصل، وهذا يبدل تماما الفكرة الأساسية القائمة وراء الإنترنت أي رؤية المؤسسين. ولذا يجب أن يكون من مصلحتنا الجميع أننا نحافظ ونحمي لب الإنترنت على أنه سلعة عامة دولية، وهذا لا يمكن أن ننجح فيه إلا إذا فكرنا في الهياكل التنظيمية القيادية إدارة هذه الشبكة الذي يربط بيننا جميعا. ولكيف الآن نستطيع أن نعارض محاولات بعض الدول بأن تنشق عن الإنترنت أو أن تقوم بسيارة الشبكة بوحدها؟ أعتقد من خلال الفهم أننا قدر ما يقاس قوة الشبكات بعدد المستخدمين نحتاج إلى العدد الكبير من الأشخاص كي نحافظ على إنترنت غير مركزي عابر للحدود، أي بكلمات أخرى من خلال الفهم أننا علينا أن نتصرف بشكل متعدد الأطراف، وهكذا فقط نستطيع أن ننجح في أن نطور مفهوما عابر للحدود معا حول ما هي قيمة الإنترنت الحر. ولذا أرحب بالإعلان من قبل السيد الأمين العام بأنه سيعين مبعوثا خاصا لهذه المحادثات بالذات الذي سيتمتع بثقة الأمين العام شخصيا. من الجانب الألماني أثناء فترة رئاستنا لدول مجموعة الدول 20 الكبرى في عام 2017 أنشأنا ما سميناها المحور أو الجناح الخاص بالشأن الرقمي. نعلم تماما أن هذه الدول 20 الكبرى لا تمثل كل العالم، ولكن لقد
حققنا الكثير لو في هذه الدائرة حول هذه المسألة، لقد أحرصنا إجماعا عاما. ولذا أنا سعيدة جدا بأننا قد حصلنا على موافقات وتعهدات هامة من دول الأعضاء في الدول 20 الكبرى، بما في ذلك الاتصال العالمي في الإنترنت وحول المعايير الدولية. ولماذا نجحنا في ذلك؟ نجحنا خاصة أننا شاركنا في هذا الصدد أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص. الدول لوحدها لا تستطيع أن تفعل ذلك ولا تنجح في ذلك. لذا في عملية دول 20 الكبرى من المهم بالنسبة لي أن نشرك أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص ومثلناهما. وأنتونا كوتيرش أيضا أشار إلى ذلك، خاصة النساء يعني اللواتي محددات بالتخلف في العالم الجديد لخلق القيم من قبل الإنترنت. وهذا يعني أيضا أن الإنترنت لا يمكن أن تسيطر عليه فقط الدول والحكومات وتصيرها، إذ أن المسائل الأساسية حول الإنترنت في نهاية المطاف تعني كل فرد بيننا. لذا نحتاج إلى حوار واسع وأيضا إلى المنهجية المطبعة هنا لتعدد الأطراف لأصحاب الشأن. ولذا أنا ممنونة لكم على حضوركم هنا لتفسير رؤيتكم المشتركة للأشخاص. وهذا بالطبع منهاج جديد، حيث النماذج التقليدية لتعدد الأطراف يعني لا تتعرف إلا على الجهات الحكومية، ولكن أظن أن هذا لم يعد كافيا اليوم. ولذا علينا أن نروج من أدل هذا المنهاج الواسع والشامل. لو وددنا أو استطعنا أن نستعمل الإنترنت على الصعيد الدولي، فعلينا أن نفكر أيضا على الصعيد الدولي. الإنترنت شأن الجميع، حتى الأشخاص الذين لم يتصلوا بالإنترنت بعد. ولذا علينا أن نعزز الاتصال بالإنترنت والولوج إلى الإنترنت والمشاركة المتساوية في الرقمنة. وخلال الأيام القليلة القادمة ستناقشون هذه المسائل للإدماج والشمولية. وأنا سعيد جدا بأننا في اجتماع داخلي للحكومة الألمانية منذ عدة من الأيام تعلمنا من إفريقيا أن إفريقيا تود أن تخلق سوقا مشتركا للرقمنة، وأن لديهم شخص مكلف خاص بالرقمنة، حيث أن لا تود فقط إفريقيا أن تنشأ تجارة حرة تقليدية، بل تود أن تركز وتكرس نفسها للتوسع الرقمي هذا، خاصة فيما يخص الاتصال المشترك بالإنترنت. أيها السيد الأمين العام غوتيريش، أنك قمت بتشارك مع الخبراء الدوليين من السياسة والاقتصاد والبحث العلمي والمجتمع المدني على العمل على تقرير خاص بالتعاون الرقمي، وهكذا يتسارع الأمور حول تناقش هذا الموضوع. عندما تتحدث عن الإدارة للإنترنت، علينا أن نتفق أولا على القيم، علينا أن نتفق على كيفية حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في عصر الرقمنة، وكيف نعزز المشاركة المتساوية والأمن في الشبكة والثقة في هذه الشبكة. وبالطبع علينا أن نجد طرقا جديدة وانتهج طرقا جديدة، إذ عادة ما تعهدنا أننا كل ما اتفقنا عليه في المعاهدات الدولية أن نترجمه في القوانين الوطنية، ولكن في هذه المرة نحتاج إلى أكثر من ذلك. نحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص ومشاركات المواطنين والمواطنات، ولا يمكن القيام بذلك وضمان ذلك فقط من قبل التشريعات. والتحدي كبير، إذ أن التحول الرقمي يقف مجتمعاتنا أمام مسائل أساسية، وليس كل شيء ما هو قابل للتنفيذ وقابل للتنفيذ التقني أيضا على شبكة الإنترنت غير أيضا مرغوبا فيه على الصعيد الأخلاقي. هذا أيضا معروف من العالم ما قبل عصر الرقمنة، وخاصة نظرا إلى الذكاء الاصطناعي سيجب علينا أن نتناقش حول هذه المسائل بشكل مكثف. إذن لا يجب فقط أن نتحدث عن ما نوده، بل يجب أن نتحدث عن ما لا نرغب فيه. ولو سمحتم لي الحديث عن المسائل حول ما لا نريد أن نحققه بهذه الإمكانيات الجديدة. هذه المسألة في المجتمع غير مرغوب للنقاش فيها، أقل بكثير مما النقاش حول السؤال ما هو الممكن. ولكن هذا ليس فرض قيود على الإنترنت، بل مرة أخرى المسألة أن الإنترنت والتكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسان، وهذا لا يمكن أن ينجح إلا في شكل تشاركي. الحكومات والمنظمات الدولية والمحافل الدولية والمجتمع المدني يجب أن تشترك في هذا التفكير إلى حد سواء. ولو كنا صريحين ولو نظرت فقط إلى بلدي،
لم نزل نصل إلى هنا إلى بعد هنا إلى توافق عام. كيف لاحظنا ذلك في الاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص حقوق الملكية وأيضا فيما يخص التعليمات العامة حول حماية البيانات. فإذا هناك ما زالت كثير من المواضيع الجدالية، لذا يجب أن نكون مستعدين لإعادة تنظيم الإمكانيات المشاركة حيث يسمع كل صوت ولكل صوت نفس الوزن، أي أننا نحتاج إلى تعاون حقيقي، أي أننا نحتاج إلى القدرة على تجادل. ولذا التحصين في داخل قواقع وفقاعات في داخل الإنترنت في نفس التي تشترك نفس المواقع بكل تأكيد ليس الحل المناسب من أجل التوصل إلى حلول. وفي هذا المعنى ينتهج المنتدى لإدارة الإنترنت هنا في برلين منهجا جديدا، واعتبر أنه إشارة حامة أن بناء على بمبادرة السيد الوزير للاقتصاد بيتر ألتماير أتوا البرلمانيين من أنحاء العالم إلى هنا، أيضا مكسب كبير بالنسبة للديمقراطية. عبر ذلك عدا ذلك بالنسبة لنا كحكومة ألمانية، التحول الرقمي لا يجب أن نفكر فيها فقط على الصعيد الألماني الوطني بل أيضا على الصعيد الأوروبي، إذ أن أوروبا تستطيع أن تسهم بأفكارها وبقيمها وبمصالحها واهتماماتها بإسهاما بالغا للرؤية المستقبلية العالمية لمستقبل الإنترنت. ولكن عموما يتطلب ذلك الجهود الدولية، حيث يتطلب التكاتف ما بين الدول ومجموعات المصالح. ألمانيا مستعدة أن تعمل على سيارة تحت سقف الأمم المتحدة في إعادة تنظيم التوجيه للسياسة الدولية للإنترنت. نحن على اقتناء تام بأن الأمم المتحدة والمنتدى لإدارة الإنترنت يلعبان دورا مفتاحيا محوريا عندما يدور الأمر حول تمكين توصل إلى اتفاق عام حول إنترنت غير مركزي مفتوح وحر. أيها السيدات والسادة، لذا أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق لهذا المنتدى في برلين، وأرجو أن تستلهموا بعض شيء من هذا المكان، حيث سقط منذ 30 عاما الجدار وبدأ بذلك عصر جديد. نحن أيضا في الشطر الشرقي السابق لألمانيا لم نكن نتخيل أبدا أن هذا الجدار سيسقط في خلال حياتنا، ولكن حصل ذلك بفضل شجاعة الكثير من الأشخاص والظروف العامة المناسبة. ولذا لا نعلم أبدا لو لم تستطيع شجاعة شخص ما أو فرد ما أو بعض الأفراد تستطيع أن تمكن السبل التي قد تبدو وكأنها مستحيلة اليوم. ولذا أرجو أن تناقشوا بشكل حر وصريح جدا في هذه النقاشات والجلسات. أتمنى لكم أسبوعا مليئا باللقاءات الشيقة بأشخاص حقيقيين لربما لا تعرفونهم قبل ذلك إلا عن طريق الإنترنت، ولو شربتم بعد أو تناولتم بعد الكاسات من النبيذ أو الجوع يعني في المطاعم البرلينية الجميلة، يعني يجب أن يكون أيضا حقيقي وليس فقط رقمي. إذا أرجو أن تتمتعوا بالإقامة هنا في برلين. شكرا جزيلا، كل النجاح والتوفيق. نحن فعلا كنا نستمتع جدا بهذه الكلمة. نحن نود أن تبقين هنا على الخشب على المنصة، ربما نلتقط صورة منك ومع السيد الأمين العام أمام هذا الخلفية، يعني بحر أو سماء الأمم المتحدة مهما كان معناه لكم هذا اللون الأزرق. نحتاج المصورين. شكرا جزيلا. Thank you.
Let us take a minute. نأخذ الآن دقيقة يعني نخصص دقيقة من الوقت لنتذكر شخصا وبالأسف الشديد لا يستطيع أن يكون معنا اليوم. والآن أحب أن أرجو نائب الأمين العام يوجين مين أنه يصعد المنصة ويشارك معنا أفكاره وذكرياته. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي وسادتي، زميلاتي وزملائي الأعزاء، قبل القسم التالي لهذا اللقاء أود أن أرجوكم بعض الثواني. نود أن نخصص هذا الوقت للدكتور طارق كامل، وترون صورته هناك على الشاشة. نحن كلنا نحزن بوفاة دكتور طارق كامل، رائد في الإنترنت، كان معروف بمساهماته مداخلاته في إدارة الإنترنت، وكان هو المستشار الأول للرئيس الدولة وكان لنائب رئيس الدولة، وكان بالإضافة لذلك وزيرا للاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية في مصر من شهر 6/2004 إلى 2011، وقبل 10 سنوات في شهر نوفمبر عام 2009 كان هو أيضا لعب دورا مركزيا في تحضير اللقاء الرابع للمنتدى لإدارة الإنترنت في شرم الشيخ في مصر، وكما كان يشارك أيضا في المفاوضات حول انتشار في قمة المعلومات العالمية. كان هو يدافع عن المنتدى لإدارة الإنترنت، وكان يحافظ على العلاقات الوطيدة مع منظمتنا ومع الأمم المتحدة. هذا فعلا خسارة كبيرة لنا جميعا. زميلاتي وزملائي، الآن أرجو السيد تيغوران مارك من إيكان أنه يصعد المنصة. شكرا جزيلا. هذا هو شرف كبير لي أنني أكون معكم هنا، وأذكركم زميلا عزيزا جدا. طارق كان رائدا من أجل الإنترنت على الصعيد العالمي، وكان مؤيدا قويا لمنتدى إدارة الإنترنت. في عام 2009 في شرم الشيخ كان ينظم المؤتمر آنذاك في مصر. كان دائما يسعى إلى بناء العلاقات والاتصال، وكان يريد أن يقودنا إلى مستقبل أحسن، وخلق الفرص كثيرة لكثير من الناس في بلادي. كان على يقين ضرورة أن الإنترنت حر ومفتوح للجميع، وكان يؤيد فكرة التعاون بين الأديان المختلفة، وكان يشارك في مبادرات تقنية كثيرة في مصر وفي عموم إفريقيا، وأيضا في إطار منظمة أيكن، وكان أيضا يشارك في المجتمع في تطور مجتمع الإنترنت، وهو كان مهم جدا إلي كصديقي. ونحن فعلا نشعر بأن هذا خسارة كبيرة لن ننساه أبدا. سيداتي وسادتي، ولكن نحن فقدنا أيضا شخص آخر، جيمي شولتز. هو كان مؤيدا لمبادرة الوزير ألتماير التي ذكرتها المستشارة الاتحادية من قبل. يعني الهدف كان التغيير الجوهري لمنتدى
منتدى إدارة الإنترنت بمشاركة البرلمانيين فيها. وأرجو هانس يورك شولتز الصعود على المنصة كي يشارك أفكار معنا. سيداتي وسادتي المحترمين، إن عقد مؤتمر منتدى إدارة الإنترنت هنا في برلين وهذا يدل على الأهمية التي توليها ألمانيا لهذا المؤتمر. وشخص كان بعمل في سبيل ذلك بكل قوته، يعني أن يجري هذا المؤتمر في برلين، كان هو جيمي شولتز. وبهذا الجهد الكبير من أجل الاي جي اف كان هو متقدما بالمقارنة مع سياسيين في ألمانيا أو في على الصعيد العالمي. كان جيمي شولتز دائما ضيفا في الاي جي اف، وأنا عارف كان من أهدافه الكبيرة في حياته أنه يشاهد أيضا هذا الاي جي اف في هذه السنة في برلين. بالأسف الشديد لم يتمكن ذلك. يوم الأمس صباحا توفى بعد مرض صعب وقاسي وطويل. ونحن فقدنا سياسيا يدعم فكرة الإنترنت في ألمانيا. كان دائما يدعم نشر أفكار الاي جي اف وجعلها أيضا مواضيعا للبرلمان. وكان يعمل على تشكيل لجنة الشؤون الرقمية في البوندستاغ الألماني. و هو ترأس هذه اللجنة منذ عام 2017، وهذا كان من المواضيع قلبه. ونحن فقدنا صديقا كان قادرا على توسيع والنشر التحمس من أجل الإنترنت وال اي جي اف والانترنت. من خلال وفاته فقد مناضلا من اجل الشبكه المفتوحه والمنتشره، الشبكه التي تتعرض لضغط شديد حاليا. وكان دائما يسعى إلى التوعية الرقمية. إذن لا نفقد شخصا ممتازا ولكن أيضا مناضلا من أجل سياسة رقمانية وهي سياسة تخدم البشر. جيمي شولتز هو خسارة كبيرة لنا، ونحن نتقدم بتعازينا مع زوجته ومع أطفاله الثلاثة. شكرا جزيلا سيداتي وسادتي. والآن أرجوكم دقيقة واحدة التعازي والحداد.